الحديث عن التسويات الذي بدأ قبل فترة بمبادرة من الدولة السورية وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية. انتقلت هذه التسوية، بدأت من محافظة درعا وشملت مناطق عديدة في محافظة درعا لتنتقل إلى دير الزور وإلى الرقة وإلى شرق حلب، إضافة لبعض المناطق في ريف دمشق. طبعا الحديث عن ريف دمشق، كان هناك تجارب سابقة لتسويات أو لمصالحات، إن استطعنا أن نميز بين كلمة تسوية وبين كلمة مصالحة، ولكن كان هناك حالات سابقة ربما لم تكن قد أثمرت بالشكل المرجو والشكل المطلوب، وخصوصا أنه إذا قلنا أنه بصيغتها هذه التسويات بصيغتها الجديدة التي رأيناها اليوم والتي انتقلت عبر محافظات عدة كما قلنا، يمكن أن تكون بالفعل شيء يبنى عليه ويؤسس من أجل المستقبل، وخصوصا أنه رافقت تسويات الكثير من الإجراءات الأمنية على أرض الواقع، من التسهيل، من الانفتاح، من فتح الطرقات، من الكثير من الأمور التي سهلت على الناس سواء كان في محافظة درعا، في محافظة دير الزور، ما بين جانبي النهر في محافظة دير الزور، إضافة لمناطق شرق حلب، التسهيلات، موضوع الحواجز وغيرها التي كانت ربما تعيق أيضا حركة وتنقل المواطنين السوريين ببعض منتجاتهم أو بعض بضائعهم في تلك المناطق، كلها إذن تسهيلات رافقت موضوع التسويات في كثير من المناطق. ماذا عن مناطق ريف دمشق، عن زاكي والكسوة وبعض المناطق ودارية وغيرها، وماذا يمكن أن تتوسع لتشمل أيضا مناطق أخرى؟ ضيفي للحديث بهذا الموضوع السيد عبد الرحمن الخطيب، عضو مجلس الشعب محافظة ريف دمشق. أهلا ومرحبا فيك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلأ خلينا أولا نقول شو الفرق بين ما جرى مؤخرا في الكسوة ومحيطها وزاكي وغيره وما كان سابقا قبل عدة سنوات، شو اللي اختلف؟ طبعا جرت عدة تسويات بعام 2016. تسويات ولا مصالحات؟ لا، ببداية الأمر، بداية تحرير لريف دمشق بدأ بالعام 2016-26-8 عندما تم تطهير مدينة الدارية، واستمرت بعدها، هي عبارة عن تطهير بقية جغرافية محافظة ريف دمشق. طبعا كل منطقة كان يكون فيها المصالحة، خلينا نقول عنها، يصير فيها تسوية. جرت بعام 2016 عدة تسويات، بال 2017 بال 2019 كانت آخر تسوية بمحافظة ريف دمشق. هلا السؤال من خلال تقديم حضرتك للبرنامج، انه ورد انه هي كان في تسويات ثانية، صح، هي التسويات السابقة اللي تمت كانت هي جيدة نوعا ما لدرجة بسيطة، ولكن كانت منقوصة لانه نحن عندنا في عده اجهزه امنيه. نحن عم نحكي الان بكل شفافيه، الناس اللي عملت تسويات من عام 2016 لحد تاريخ بدايه التسويه منذ ايام، من 20 يوم، هي حبيسه منازلها. كل الاشخاص اللي كان يعمل تسويه كان للاسف يطلع ليمارس حياته الطبيعيه، ان كان طالب مدرسي او موظف او اي مكان مجال عمل اخر، كان يتعرض لأنه يعني بقي مطلوب، بمعنى انه بقي مطلوب، يتعرض لانه ممكن يلقى اسمه على الحاجز يتوقف. هذا نعم. شعر وزرع الخوف بقلوب الناس، ومشان هيك حسوا انه ما كانت جديه بمعنى، او كانت ناقصه، صار في فقدان للثقه للامانه. نعم. طبعا نعم. هذا الشيء طبعا من خلال اجتماعاتنا مع الاهالي بمنطقه الكسوه، مع الاهالي بمدينه زاكي طبعا، وهذا الكلام بتعممه على كل محافظه دمشق، كل مناطق اللي عانت من الارهاب او خلينا نقول الأزمة مرت عليها، وكان في فقدان بالرأي لبعض الشبان، كل هدول بيعانوا نفس المعاناة. طبعا مشكورة الجهات المختصة بكافة أجهزتها اللي استمعت لهالناس بعدة وفود. استمرينا باللقاءات لمدة 4 أشهر لمدار ما قبل بداية التسويات. 4 أشهر تحضير، يعني نقول فيه تحضير للأمانة. نعم. هذا عمل طبعا، عمل اجتماعي، مبادرات كمان أهلية، إنه أخي نحن بنحل مشاكل أولادنا، بنحل مشاكل أهلنا، هدول الشباب عاطين عن العمل الآن، قاعدين ببيوتهم الحبيس. نعم. طبعاً كان في استجابة، والآخر الأمر تم رفع الأمر للأمن الوطني اللي بدورهم السيد الرئيس وجه بمكرمة، وهي مكرمة عظيمة، هي استكمال التسويات. هاي يعني هي ما رح نقول هي إعادة تسويات، ولكن خلينا نقول بآلية جديدة. نعم، التسوية بآلية جديدة. الآلية الجديدة كانت إيجابية، وخاصة أن التوجيه كان من سيد الوطن، يعني الله يديمه لهالبلد ولهالشعب اللي عم يتدخل بكل شؤون الحياة بهالمجال، خلينا نقول هذا المجال الحياة المعيشي للمواطن اللي
الخاص فيه انه بامانه وبامنه. الموضوع المعيشي الثاني الاخر كان باخر تدخل لسيادته بموضوع الحمضيات، ما راح اطلع برا الموضوع. نحن طبعا رب العالمين رحمنا بوجود السيد الرئيس، تدخلاته اللي عم تنعكس على حياه المواطن بشكل ايجابي. طبعا من فور بدات اللجنه، تم تشكيل لجنه هي لجنه امنيه مشتركه من كافه الجهات، هذه هي خصوصيه هذه اللجنه. مضاف عليها ضابط من اداره الامن الجنائي، لانه 60% او 50% من الطلبيات كمان لاداره الامن الجنائي، مضاف الى قاضي من اداره القضاء العسكري اللي كان عم يعالج الامور بشكل فوري. نعم، يعني عم نحكي نحن عن اجهزه امنيه زائد وزاره الداخليه زائد القضاء العسكري ووزاره الدفاع. تمام، هن كلهم الاجهزه الامنيه كمان. نعم. وزاره الدفاع. طبعا هلا هي اللجنه بدات بعملها بمدينه زاكيه، اللي نحن كانت هي زاكيه الان كانت مصنفه شبه امنه شبه او امنه جزئيا. نحن المبادره بدات مشان من اهلنا بمدينه زاكيه اللي كانوا حاطينها باحد التصنيفات الامنيه، انه جزئيا امنه لحتى كمان ترفع عنها الصفه. كان الحل انه نحن اذا في شباب في شبان راغبين حتى بالخروج بالذهاب الى مناطق ثانيه، ما عندها مشكله الدوله، المهم المواطن يشعر بالامان ببيته بعمله بجامعته. طبعا الحمد لله. يعني هون تقصد الناس اللي كانوا يتصنفوا او الناس الارهابيين اللي ما بدهم تسويه وما بدهم مصالحه انه يطلعوا من المنطقه؟ للامانه ما طلع حدا الحمد لله. نعم. وكلهم استجابوا وكلهم كانوا عاملين تسويات، ولكن التسويه هاي كانت حقيقيه. خلال 24 ساعه كان يتم اللجنه قاعد عم تشتغل بطريقه مهنيه وعاليه جدا والكترونيه عم تكون في مصداقيه. اليوم عملنا تسويه، انا شخص اليوم قدمت للجنة، عملت تسوية، بصمت على ورقة التسوية. خلال 24 ساعة اللجنة عم تكون، طبعا في شغل أمني ما بصير نحكي للإعلام، عم يتم شطب هالاسم هذا المطلوب من كافة مساعدة ما خلال 24 ساعة. ما في انه لبعدين او استنى فترة لانه مثلاً. البعض ما اقدم على التسويات لحتى عملوا تجربة، قال لك خلي يروح غير يجرب. نعم. غيره جرب بعد اسبوع كان مسافر. ما عم بحكي انا للاعلام، برجع انا بوجه كمان يعني شكر للجنه اللي عم تشتغل، ان كان الشغل الميداني بالمدن والبلدات والقرى، وبتنتقل لتشتغل مكتبي والكتروني لحتى تنجز العمل المطلوب منها وتوافي مكتب الامن الوطني بالتقارير اليوميه. ممكن اليوم يكون عمله تسويه ل 150 شخص. طبعا هو الشخص نفسه ممكن ما يكون بيعرف انه انا اسمي بجوز ما ينشطب من الأجهزة الأمنية، من الطلبية المحطوطة عليه. التسوية بتشمل كل الأفعال المرتكبة خلال الأزمة ما عدا جرم القتل الدم يعني، أو إذا كان في ادعاء حق وادعاء شخصي يعني حق الخاص، هذول الشغلتين ما بتشملون عملية استكمال التسويات. نعم. وكان في تجاوب كبير من الأخوة المواطنين لما شافوا أنه أو الشبان شافوا رفقاتهم كيف انشطبت أسماءهم، طبعا دغري فورا بفيشوا على الهجرة، هو أسرع فيش الهجرة، هو المهم يعني عم يطلع أنه كنت أنا فعلا مبارح مطلوب، اليوم أنا مالي مطلوب. نعم. طبعاً حضرتك أشرت إلى أنه يعني صار في اطمئنان بالأيام اللاحقة، بمعنى أنه أول يوم الباقي بدهم يشوفوا شو راح يصير معهم لهالمجموعة اللي راحوا، خصوصاً هون هلأ نحن عم نحكي على نوع من الاطمئنان أو الناس بدها تطمئن ضمن المنطقة الواحدة. نعم. بس كمان لا تنسى أنه التسوية كانت عابرة عدة محافظات، يعني كانت مجربة بدير الزور ومجربة بالرقة ومجربة بريف حلب، بنفس الوقت ريف حلب مع ريف دمشق، وكان قبلها بدرعة، بمعنى أنه يعني كانوا شايفين الناس وأنه كيف الآلية اللي عم تشتغل. كانت مجربة عنا بالريف، عم قلك من 2016 قبل درعة ودير الزور. لا لا، عم قلك أنا عن تسوية جديدة بآليتها هي. نعم. هي اللي عم بتزرع الطمأنينة والراحة بنفوس الشبان يلي منهم يعني الفار. طبعا نحن خلال مسيرة التحضير للتسوية وقبل انطلاق أعمال التسوية ب 48 ساعة، الله يمد بعمر السيد الرئيس اللي أعطى أو أصدر مرسوم العفو رقم 3 لعام 22 الخاص بالعفو عن الجرائم المرتكبة أو جرم الفرار المعاقب عليه بالقانون للفرار الداخلي والفرار الخارجي. طبعا منح 3 شهور للفرار الداخلي وأربع الالتحاق طبعا، والفرار الخارجي 4 شهور. في نحن عندنا مشكلة الآن أو عم نتعرض لها سؤال من قبل الأخوة المواطنين بشكل كبير. طبعا هذا الفار شو فائدة التسوية له؟
المرسوم العفو انه هون قصدك الفار انه هو في مرسوم عفو وفي تسويه، يعني في شغلتين، انه شو الفرق بيناتهم قصدك؟ لا لازم يستفاد، هو بيستفاد مرسوم العفو ما راحت عليه العقوبه. نعم. طبعا عقوبه الفرار هي خلص زودت عليه، ولكن هو اساسا ممكن يكون وارد اسمه باعترافات باحد الاجهزه، ممكن يكون بالامن الجنائي، ممكن يكون باي اجهزه امنيه، هي ما بتروح عنه بمرسوم العفو. هو المرسوم العفو خاص بالجريمه المنصوص عليها بالقانون العقوبات لجرم الفرار الداخلي والخارجي. مرسوم اللي اصدره السيد الرئيس بيشمل هذه العقوبه. اما التسويه ضروريه جدا حتى للفار انه يعمل يخضع يعرض حاله على اللجنه، وهي اللجنه بدورها في قاضي عسكري، قاضي تحقيق عسكري عم يقوم بمنحه امر ترك مباشر، امر ترك مباشر، والتسويه بتاخذ مجراها لحتى يتسجل اسمه بالتسويات وتنزل على كامل الفيش. والامر الترك هو بالخاص بمرسوم العفو ومنحه 5 أيام للالتحاق بقطعته العسكريه. طبعا عم يوصل على قطعته العسكريه، طبعا هي امور احنا شاهدناها بام عيننا، عم ترجع القطعه العسكريه اللي كان فيها اساسا، عم تمنحه اجازه 10 أيام لحتى ترتيب اوراقه، ترتيب امور بيته والالتحاق بشكل دائم بقطعته العسكريه. اللي عم نتعرض له كمان بالنسبه للاحتياط المطلوب للخدمه الالزاميه او الاحتياطيه، وهذا متخلف. نعم. هذا الشخص عم يراجع اللجنه، هون ما بيقدروا يمنحوه مده 3 شهور، هو بباله انه ياخذ 3 شهور، كل شبان اللي نحن سالونا هالاسئله هي هن بحاجه انه ياخذوا 3 شهور، هو مفكر اذا اخذ 3 شهور هو رح يقدر يسافر برا البلد، لا نحن بنقول له لا، ال3 شهور اللي عم تاخذهم او اللجنه اللي عم تمنحك اياهم وليس 3 شهور، هي عم تعطيه مده من خلال شعبه التجنيد لحتى يرتب اموره ليلتحق بقطعته العسكريه. طبعا الملاحقات اللي كانت الكبيره اللي عم تطلع هي من اداره الامن الجنائي، احيانا بيتم توقيف شخص خلال الازمه كان مرتكب بعض الاعمال، عم اداره الامن الجنائي اي اسم بينذكر بالتحقيقات عم تنزله على الفيش ويصير الشخص الثاني مطلوب. التسويه الان هي عم تلغي كل هالطلبيات هاي بالاضافه لجرم التعاطي بالمخدرات. نعم. طبعا بموضوع التسويات ايضا نحن عم نشوف كنا شيء جديد انه في اقبال كبير ايضا من النساء كانوا على التسويه اللي شفناها هلا بريف دمشق وبغيرها من بعض المحافظات. هلا النساء هو مو تسويه للنساء، ولكن للاسف في ضعاف نفوس خلال الازمه كانوا يستغلوا هويات او صور الهويات لبعض النساء ويتم اصدار عليها شرائح اتصالات ويتم شرائح اتصالات هي بيع لأخوة المواطنين. هذا الشيء السبب اللي أدى لأنه تنطلب هي العدد الكبير من النساء من خلال الفرع 251 الخاص بموضوع الاتصالات. طبعا هاي نحن يعني في بعض الأشخاص تم توقيفهم لدى الجهات الأمنية المختصة أنه كانوا مستصدرين بطاقات شرائح اتصالات على هويات بعض النساء، بالإضافة لأنه ممكن التواصل كمان على طريق الهاتف هذا كمان بيؤدي للشخص انه خارج التواصل الخارجي عم يكون سبب انه هذا الشخص مطلوب. نعم. نعم. وهدول النساء يعني ما فيها الناس كده تروح تفيش حالها انه انا مطلوبه، ولكن نعم. اللي بيعرف حاله انه طالع على اسمه شريحه هاتف هذا ممكن يروح يراجع اللجنه ويحط اسمه. هن عم يعتبروها بعض الاشخاص انه انا اخي ما علي شيء وانا ما كنت غير وطني بالازمه، واذا بروح بعمل تسويه هي بتنحط تحت اسمي انه انا ارهابي. لا ما هي هيك، لا هي عباره عن تسويه او خلينا نقول دائره خدمات بكل الاجهزه الامنيه. نعم. اجت لعندك لحتى نعم. انت تخدمك يعني وتشيل يعني امورك. يعني هلا كمحصله للشيء اللي حكيناه، هل بالفعل هذه التسويه بنت ثقه؟ أو إعادة الثقة بدأت بإعادة ثقة للأمانة. للأمانة بدأت بإعادة ثقة وبشكل كبير، وهذا الشيء اللي خلى بقية الشبان بكل محافظة دمشق تتواصل لحتى يطلبوا اللجنة تروح لعندهم. ومثل ما شفنا كانت خلصت وين اللجنة كانت زاكية الكسوة، خلصت بمنطقة الكسوة بالكامل. نعم. طبعا بمنطقة الكسوة لما بقول هي مدينة زاكية مدينة الكسوة، في عنا عدة قرى الطيبة المقيليبة الدرخبية جنب الصفا، القرى المحيطة كاملة. ودار هي بعدين انتقلت اللجنة لمعظمية الشام، انتهت لمدة عمل 2 يوم بمعظمية الشام التسوية، وانتقلت لمدينة دارية. الآن التحضيرات عم تتم لتكون بمنطقة احتمال تكون بمنطقة التل بالقريب العاجل خلال بداية الأسبوع القادم، بدها تشمل كافة قرى ومناطق وبلدات
محافظة ريف دمشق بناء على مطالبات المجتمع الأهلي المحلي، اللي هو كمان المجتمع المحلي أو الفعاليات الأهلية يتحمل جزء كبير من أنه لازم هي توصل هالرسالة أو المكرمة هاي لكل، وتنصح الشبان هدول لضرورة الاستفادة من المكرمة السيد الرئيس، لأنه فرصة هاي فرصة ذهبية ولا تكرر. طبعا كان في عنا أعداد كبيرة بمنطقة الكسوة، 2417 شخص، بمنطقة دارية 282 شخص، بمنطقة معظمية الشام 329 شخص. طبعا هلا هو بيخطر بالبال سؤال انه ليش اللي عم تنتقل هالتسويات من منطقة لمنطقة؟ شو اللي بيمنع انها تكون مثلا مركزية بمكان ما ويجوا الناس هن اللي يجوا؟ ولكن موضوع الطريق المطلوب، المطلوب احيانا ما بيسترجي يروح من شارع لشارع، لا فمشان هيك كان في ضرورة انه تكون هي هلا هي موجودة تسهيل للأمانة، تسهيل على الأخوة المواطنين، هيك هو ما في تنقلات والمواصلات قليلة والوضع شوي يعني، وبالتالي لجنة مشكورة مكتب الأمن الوطني اللي وجه اللجنة تروح هي على المناطق، ولكن مو كل قرية يعني، منروح على مركز مدينة كانوا يروحوا مثلا مركز مدينة كسوة تجي القرى المحيطة، مركز مدينة زاكي في قرى محيطة جنبها. طبعا بكرة إذا صارت بالتالي إن شاء الله بالقريب العاجل خلال الأيام القادمة ممكن كل كافة القرى من عسال الورد لا توصل لتل، هي كل القرى المحيطة تجي على مدينة التل، يكون مركز التسوية الرئيسي بمدينة التل، وصارت التنقلات هي بسيطة أو قريبة جدا على نعم منيحة للأخوة المواطنين. نعم هلأ هي طبعا راح تحل كثير من المشاكل اللي عم نحكي نحن، المشاكل الاجتماعية، مشاكل موضوع العمل، الناس اللي كانوا عاطلين عن العمل طوال الفترة الماضية اللي ما عم يسترجوا يروحوا يشتغلوا. نعم. مشاكل تتعلق أيضا بإعادة الأمل للعساكر والاحتياطيين والمجندين الموجودين بالخدمة اللي صلوا سنوات اليوم ليش ما عم يتسرحوا هدول؟ لأنه عم ينتظروا حدا يجي يحل محلهم. نعم. فاليوم التحاق المئات ربما الآلاف. نعم. أيضا على امتداد المحافظات على حسب الأعداد اللي على, على المحافظات اللي. نعم. راحت، فممكن كثير هذا الشيء يساعد بيكون تسريح قريب إن شاء الله للناس الاحتياطيين والمحتفظ فيهم الموجودين اليوم. ممكن كثير يساعد، وممكن يكون في أمر تاني لازم يلتقى له حل، طبعا ما موضوع نقاشنا بنحكي نحن بكرة تحت القبة مشان ما نتحاسب عليه. نعم وين بدك هون بالإعلام بدك تحاسب ولا وين؟ يعني مهم كان عم نتحاسب. نعم. لا ما طبعا طبعا من ضمن الملحقات الخاصة بموضوع اللي نتحدث فيه أيضا موضوع قانون فوضى السلاح. نعم. اللي نوقش اليوم في مجلس الشعب يمكن كمرحلة أولى، ولكن هو طبعا يرتبط بالحالة العامة، الحالة الأمنية، حالة الاستقرار الأمني التي يجب أن تكون طوال أو على امتداد الفترة المقبلة، وبالتالي هو يساهم بشكل أو بآخر بالمنطق نفسه، منطق التسويات والمصالحات أيضا، موضوع تسليم السلاح اليوم. بس تصحيح أستاذ نزار، هو لم يناقش تحت قبة البرلمان، هو الآن قيد المناقشة باللجان المشتركة، تناقش مبارح باللجنة المشتركة بين اللجنة الدستورية ولجنة الأمن الوطني. طبعا هو تعديل لقانون الخاص بالذخائر والأسلحة، قانون رقم 51 لعام 2001. التعديلات اللي هي طبعا الحاجة أو الظروف اللي مرقت فيها البلد هي اللي كانت ضرورية لأنه يتعدل القانون. طبعا القانون مثل ما عم نسوي الآن بمختصر يعني، ما رح نشرح مواد. نعم. القانون أو هو مشروع، لا زال مشروع قانون لتعديل القانون، هو عبارة عن مثل ما نحن الآن عم نسوي تسويات للأشخاص، الآن نحن كمان هذا مشروع القانون اللي ممكن لا زال مشروع، برجع بقول لأنه رح يطرح تحت قبة، إعادة تسوية أو تسوية لأوضاع السلاح الموجود بين الأخوة المواطنين. طبعا المرسوم واضح السابق، ولكن هو عبارة عن تجديد عقوبات اللي ممكن يخالف أنه يكون حائز على عد على سلاح غير مرخص. السلاح القانون الجديد بإمكانك، أنا اليوم أنا معي قطعة سلاح فردي ممكن أراجع فيها الأمن الجنائي بالمحافظة اللي أنا موجود فيها، سلاح صيد إن كان جفت بعين واحدة أو عينتين أو البمبكشن، هذا السلاح اللي مسموح ترخيصه، أما السلاح الحربي غير مسموح ترخيصه وحيازته. الآن بعد موضوع التسويات ومراسيم العفو وهو إلى آخره، حيازته راح تكون فيها لها عواقب كثير، أو يعني. نعم. القانون كثير متشدد اللي رح يصدر أو رح يتم مناقشته ويصدر بمرسوم رح يكون شديد كثير، وبالتالي نحن كمان ممكن بس صدر المرسوم أو تناقش المشروع القانون وصدر مرسوم، كمان كافة الأخوة المواطنين تستفاد من المرسوم هذا بأنه تسوي للأسلحة الغير مرخصة الموجودة معها
بيكون كمان شيء إيجابي بينعكس على الحالة، على الحياة المعيشية اللي انتشر فيها الجريمة بالفترة الأخيرة بسبب الفوضى أو الأزمة اللي كنا عايشينها خلال فترة الأحداث. نعم نعم. طبعا نحن كان تواصل معنا أكثر من شخص أيضا بموضوع التسويات والمصالحات من الناس المقيمين برا سوريا، يمكن هدول كمان مشكلتهم كبيرة اليوم، يقولون أنه تسوى أوضاع اليوم الناس المطلوبين ضمن سوريا، ولكن ماذا عنا نحن؟ يعني عم يحاولوا يتواصلوا عن طريق السفارات. حقيقة الآلية اليوم الموضوع عن طريق السفارات غير مجدية، وفيها بتروح أشهر ولحتى يجيهم رد ولحتى، فيعني غير مجدي. يعني يطالبون الكثير تواصلوا معنا من برا سوريا، من السوريين برا سوريا من عدة دول، انه بدهم آلية معينة، انه ايضا في ناس عليهم مشاكل عالقة وهن ما لهم علاقة بشيء. يعني هي عبارة عن تقارير كيدية للأسف من ضمن البلدة نفسها احيانا، لحتى انا اخذ ملكية هذا الشخص او حتى استولي له على ارزاقه. للأسف ممكن تكون في بعض المعلومات هي صحيحة، وهن قلة قلائل، يعني ما بتجاوزوا خلينا نقول العشرات، ولكن شعبنا اللي برا البلد، السيد الرئيس وجه رسالة ودعوة لهم من خلال مؤتمر عودة المهجرين اللي كان بيشمل اللي نحن الآن عم نشتغله، وتأكيد للشيء اللي عم يطلبوه هن خلال أو الوثيقة التسوية أو وثيقة استكمال التسوية، كان من ضمنها السماح للإخوة المقيمين خارج حدود الوطن بالعودة، ممكن من خلال أحد أقربائهم أو ذويهم الفروع أو الأصلاء إنه يقدموا لهم طلب لدى اللجنة الأمنية. الآن أي واحد مقيم برا البلد ممكن حابب يرجع على البلد، بيقولوا له أنت عليك تقرير أمني. هلا أغلب الناس أنا بقول لك إنه ممكن ما تكون عليها شيء، ولكن للأسف نحن في ضعاف نفوس كثير بمجتمعنا، هي عم تبتز هي الناس لحد تقول له أنت عليك تقرير أمني، لحتى أنا بزبط لك يا بتدفع لي بتحول لي، وهذا الشيء اللي داير. نحن بننصحه لأخوتنا المقيمين خارج حدود الوطن، وفي عشرات الآن خلال التسوية هي رجعوا. أنا عم بحكيك كلام أنا يعني مسؤول عنه. في ناس كثير رجعت خلال أول يوم بالتسوية، خلال أول يوم ثاني يوم تقدمت طلبات من الأهالي. إذا ما صدر شيء واضح فيما يخص المغتربين أو الناس اللي برا، ما حد راح يطمن إنه نقول له عن طريق أهلك. يعني بدي يكون في شيء يصدر فيه كلام فيه رسمي إنه موجه للسوريين في الخارج، إنه في آلية تبع كذا وكذا وكذا وكذا. الآلية صدرت وطلع حكى عنها أكثر من مرة ناس بالحكومة، وهو رئيس اللجنة الآن الأستاذ حسين مخلوف وزير إدارة محلية يعني الخاص بعودة المهجرين، وهذا الموضوع من الملف هذا موجود بوزارة الإدارة المحلية. هذا الموضوع هو يعني إن كان المسؤول عن بهالملف هذا هو شخص بهالحكومة ووزير الإدارة المحلية المعني بهالموضوع، طبعا هو مسؤول عن المواضيع البقية الأمنية الثانية. وبالتالي أنت يعني كمان خلي الأخوة المواطنين المقيمين هون هن الأقرباء خارج قطر يروحوا يراجعوا الجهات الأمنية، لحتى مو الجهات الأمنية، اللجنة الأمنية، لجنة التسوية أو اللجنة الخاصة بهالتسوية. هي اللجنة معنية بكل التسويات، يعني ممكن تقول لي ابن حمص، بيجي ابن حمص بيقدم عند اللجنة، اللجنة مشكلة بأمر من الأمن الوطني، وبالتالي هي بتمثل الأمن الوطني، بتمثل أمن البلد كامل. نعم. معنية بكل الناس، ما أنا بس خاصة بالريف. نعم. بتشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الرحمن الخطيب عضو مجلس الشعب، شكرا جزيلا لحضرتك.